نشاط السكان. إن ما يمارسه السكان من أعمال أو حرف في حياتهم اليومية تسمى أنشطة سكانية، وللبيئة تأثير في تحديد نوع النشاط الذي يمارسه السكان، وأيضاً لكل نشاط عوامل تساعد على ازدهاره أو ضعفه. من أهم الأنشطة السكانية: الزراعة، الرعي، الصناعة، التجارة، الخدمات. الزراعة: تحتل حرفة الزراعة قبل اكتشاف النفط مركز الصدارة بين الأنشطة السكانية، وقد اعتنى وطننا بها حيث إنها تمثل المصدر الغذائي للسكان، وقد كان معظم السكان يعملون بها، إلا أنه في السنوات الأخيرة انخفض عددهم، وذلك بعد ظهور الزراعة الحديثة المتقدمة التي اعتمدت على استخدام الأساليب العلمية والآلات الحديثة في إعداد الأرض والري واستخدام العمالة الأجنبية. ثانياً: الرعي. ما زالت حرفة الرعي بمفهومها القديم قائمة، ولكنها آخذة بالتراجع بسبب تدهور المراعي الطبيعية، الغطاء النباتي، واستقرار سكان البادية، وظهور أنشطة سكانية أخرى أكثر ربحاً منها. أساليب الرعي في وطننا: الرعي التقليدي، الرعي التجاري. الرعي التقليدي هو الأقدم والأكثر انتشاراً في وطننا، ويسمى بالرعي المتنقل، حيث يتنقل الرعاة بأنعامهم بين المناطق التي تكسوها الأعشاب والحشائش وتتوفر فيها المياه. الرعي التجاري وهو حديث نسبياً في وطننا، وظهر هذا النوع نتيجة الاتجاه نحو إنشاء مزارع متخصصة كجزء من المشاريع الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى الطلب على اللحوم الحيوانية الذي يكثر بالقرب من المراكز العمرانية الكبرى، ويتميز بالاستقرار في حظائر مخصصة لتربية الحيوانات، حيث تقدم لها أعلاف جيدة ذات قيمة غذائية عالية، بالإضافة للعناية البيطرية. ويهدف الرعي التجاري إلى تربية الحيوانات لأغراض تجارية. الصناعة: الصناعة هي تحويل المادة الخام زراعية، حيوانية، معدنية من صورتها الأولى إلى صورة أكثر فائدة للإنسان، بضائع وسلع. أهم فوائد الصناعة: توفير ما يحتاجه السكان من المواد المختلفة، توفير فرص العمل لعدد كبير من السكان، توفير الأموال عن طريق بيع السلع وتسويقها التي تؤثر في نمو الوطن وتقدمه. مقومات الصناعة: لقيام الصناعة لابد من توفر عدة مقومات. أهم مقومات الصناعة: المادة الخام، مصادر الطاقة، رأس المال، الأيدي العاملة المدربة، الأسواق، الخبرة الفنية. أقسام الصناعات في وطننا: تنقسم الصناعات إلى قسمين: صناعات يدوية حرفية تعتمد على الأيدي، صناعات حديثة تعتمد على الآلات. أهم الصناعات في وطني: تقوم في وطننا عدة صناعات: صناعة المعادن الثقيلة، صناعة المواد الغذائية، الصناعات الخشبية، صناعة مواد البناء، صناعة المواد الكيميائية، صناعة النفط، صناعة المنسوجات، صناعة المعادن الثقيلة مثل الحديد والصلب، صناعة المواد الغذائية مثل المعكرونة والزيوت، الصناعات الخشبية مثل الأثاث، صناعة مواد البناء مثل الإسمنت والطوب والبلاط، صناعة المواد الكيميائية مثل الأدوية، صناعة النفط مثل تكرير النفط، صناعة المنسوجات مثل السجاد.
التجارة. يعد النشاط التجاري تابعاً ومتمماً للأنشطة السكانية الأخرى، فالذين يعملون بزراعة لابد لهم من تسويق منتجاتهم وشراء ما يلزمهم من آلات وسلع وخدمات أخرى، إذ إن أصحاب كل حرفة يبيعون ما يزيد عن حاجتهم ويشترون ما ينقصهم. أنواع التجارة تنقسم إلى نوعين، هما التجارة الداخلية، هي عمليات بيع وشراء السلع والبضائع داخل وطننا. التجارة الخارجية، هي عمليات بيع، تصدير وشراء، استيراد السلع أو البضائع بين وطننا ودول أخرى. صادرات وطننا ووارداته. الصادرات مثل النفط خاماً ومكررة، والتمور والقمح. الواردات مثل الآلات ووسائل النقل والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية. الخدمات تشمل المؤسسات التي تعمل على توفير التعليم والصحة والنقل والمواصلات وغيرها، بالإضافة إلى المؤسسات التي تعمل في الفنادق والمصارف وغير ذلك.